مرحبا معكم رحاب من تورونتو، يا رب تكونوا بألف خير. راح أخذكم اليوم بفيديو حلو كتير عن فصل الخريف بكندا وعن الخدمات اللي بتقدمها البلدية لكل منطقة بإزالة أوراق الشجر المتساقط على الأرض. بتمنى يعجبكم الفيديو وتعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس. فصل الخريف في كندا بعتبره أنا من أجمل الفصول على الإطلاق. بتكون هيك الطبيعة ملونة بجميع ألوان الخريفية، وأكثر نبات أو أكثر ورق بزين كندا هو نبات الميبل أو القيقب. بنعرف نحن الميبل ليفز هو ثروة طبيعية لكندا لما تحتويه من منافع، خاصة بشراب الميبل سيرب. وطبعا بهذا الفصل بتبلش بقى الأوراق تتساقط بكثافة بكل محل، وبتصير بتشكل هيك منظر محلو بالشوارع النظيفة هاي. بقى مطلوب من كل أصحاب الهوسات اللي عندهم شجر كبير والشركات والمعامل إنه ينظفوا هذا طبعا كيف بيتم تنظيفها؟ بيجمعوها بكياس مثل هاي الكياس الموجودة، بتكون خاصة للورق الشجر، لأنه هي بيرجعوا بيستخدموها للكومبوس أو بيستخدموها سماد للأرض. بنجمعها بهالأكياس هاي، وبتجي البلدية لما بدهم يجمعوا الجاربج مرة كل أسبوعين بياخدوا معهم هذا الورق. بس في بعض الخدمات أو في خدمة بتقدمها البلديات بكل منطقة، وهو إنه بتجمع هالورق هذا مرة بالسنة بنهاية الموسم، بعتقد بعد عيد الهالوين بيجمعوها هن عن طريق السيارات هاي. بتكون انتو تتصلوا بالبلديات اللي عندكم وتشوفوا اي يوم هذا هو الموجود. ساعتها انتو ما بتلموا الورق الشجر، بتنزلوه لتحت على الرصيف مثل ما شايفين، وبتجمعوه قدام البيت تبعكم او قدام المعمل او قدام الشركة حسب الخدمة اللي بتقدمها البلدية هاي. طبعا بتعرفوا انتو ايمت رح تجي البلدية تجمع هذا الورق بدون ما تحطوها طبعا بكياس، وبتنزلوها على الرصيف وبتجي السيارات لتجمع هاي الاوراق. ورح اترككم بلقطات بسيطة وتشوفوا هالبلدية بهالآلات هاي اللي معها كيف عم يجمعوا هالورق هذا. الخدمة كتير نحنا لاكي أو محظوظين إنها موجودة بالبلديات، لأنه هي بتحافظ على نظافة الشوارع، بتحافظ على المظهر الحضاري لكل بلدة ولكل شارع بكندا. وإن شاء الله يكون موسم خير وتكون شتوية إن شاء الله، ما أنا قاسية، عم بقول الشتوية حتكون قاسية علينا السنة. بتمنى تكون مواسم خير عليكم يا رب. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا اشتراك ولايك وتعليق وتفعلوا زر الجرس، وشوفكم فيديوهات جديدة. سلام.